ما هي مستجدات اكتشاف حالة كورونا بعدن؟ وكيف سيخوض اليمنيون معركتهم مع الوباء؟ من أين جاء الرقم صفر بعدن؟ وكم عدد الحالات المشتبه بها؟ وهل تم عزل الدائرة المحيطة بالمصابين؟ أهلا بكم. ينتظر اليمنيون خبرا سيئا إضافيا بشأن الإصابات بمرض كورونا، فالرقم الذي أعلن عنه يوم أمس لا يمكن أن يتوقف عداده لمدة طويلة، خاصة وأن مدة حضانة هذا الفيروس تمتد لأسبوعين قبل أن تظهر أعراضه على المريض، وقد يشفى منه المريض قبل أن تظهر أعراضه، لكنه يكون قد نقله لآخرين من ذوي المناعة الضعيفة الذين تظهر عليهم الأعراض. اليمن بحسب تقارير أممية تعاني من مستويات ضعيفة من المناعة العامة، ومع كل ذلك لم تتوقف الحرب ولا تلقت المستشفيات دعما كافيا لمواجهة الوباء الذي دخل البلاد. إذن ما هي الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الطبية والأمنية بعد ثبوت وجود إصابات بفيروس كورونا بعدن؟ هل تكفي إجراءات منع انتقال المسافرين المتخذة من قبل المحافظات المجاورة؟ وكيف سيتمكن الناس من الحصول على القوت الضروري في حال تعطلت عملية نقل البضائع وتوقفت الأعمال؟ الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في اجتماعنا باللجنة الطبية هنا بالعاصمة عدن بإعلان أول 5 إصابات معترف بها بفيروس كورونا في اليمن، تكون البلاد قد دخلت رسميا في عين عاصفة جديدة، وهي التي لم تتعافى بعد من أوبئة قديمة ما تزال تعصف بحياة اليمنيين. بحسب وزير الصحة اليمني، توفي في مثل هذا الأسبوع من العام الماضي 158 مواطنا في محافظات عدن وتعز والحديدة إثر إصابتهم بفيروس حمى الضنك. تنتشر فيها الأوبئة بمختلف أنواعها، من الحميات مثل الملاريا وحمى الضنك إلى الإسهالات المائية الحادة والكوليرا. واليوم يضاف إلى قائمة الأوبئة التي تقصر أعمار اليمنيين فيروس كورونا الذي يجتاح العالم بأسره. وعلى الرغم من التحذيرات المبكرة والفرصة الزمنية الكافية التي حصلت عليها اليمن للاستعداد لمواجهة الوباء، إلا أن جهود كل الأطراف المسيطرة على الأرض ذهبت باتجاه توسيع مناطق سيطرتها وزيادة نفوذها، متجاهلة نذر الكارثة المحدقة بالبلاد، بل إن وسائل إعلام ميليشيا الحوثي تحدثت عن الحرب والجبهات كفرصة للهروب من الوباء. وبعد إعلان السلطات الشرعية عن تسجيل 5 حالات إصابة بالوباء في مدينة عدن، ذهب القيادي في الميليشيا محمد الحوثي للتشكيك في المعلومة من جهة وتحميل التحالف المسؤولية من جهة أخرى، بينما ظل الحوثيون يمنعون إجراء فحص الفيروس للمرضى بسبب المعايير التي فرضوها، ومنها أن يكون المريض عائدا من الخارج، وبسبب ذلك توفي الكثير من المرضى جراء إصابتهم بالالتهاب الرئوي الحاد. اليوم وبعد الاعتراف الرسمي بالمرض، لا تبدو الإجراءات الرسمية ولا الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية وباقي المنظمات الدولية متناسبا مع حجم الكارثة المحدقة باليمنيين، فما تزال إمكانيات المنشآت الطبية على حالها من الضعف والبدائية، لدرجة أن عددا من المستشفيات الخاصة أقفلت أبوابها في وجه المرضى. لقضية المنافذ وأيضا إلغاء تعليق القرارات السابقة فيما يخص أماكن التجمعات، الأسواق والمساجد والصالات، أن تظل القرارات نافذة وعلى الجهات ذات العلاقة عليها التنفيذ. تم الاتفاق على أن يمنح مكتب الصحة وقطاع الصحة الصلاحية الكاملة والدعم الكامل للاستعداد الكامل لمواجهة فيروس كورونا. ليس من المؤكد ما إذا كان التثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام الذي بدأ مبكراً سيساهم في التخفيف من آثار الوباء، فيما تبقى إمكانية فرض إجراءات الحجر والعزل غير واردة نظراً لأسباب عدة، أهمها الفوضى الأمنية السائدة والحالة الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد، وفيما يواجه اليمنيون خطراً لا يشبه كل الأخطار التي خبروها سابقاً
تبقى كل الأطراف التي تتصارع على رؤوسهم غير مكترثة بمصيرهم، ولا يهمها سوى تبادل الاتهامات فيما بينها، وكل طرف يحمل الآخر المسؤولية عن تبعات الكارثة. جدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها دكتور حمدي الحكيمي الأخصائي أطباء أخصائي طب الوقاية والأوبئة. أرحب بك دكتور وأنت تنضم لنا عبر سكايب من أوتريخت بهولندا. دكتور، إذا يعيش اليمنيون حالة من الصدمة بعد اكتشاف حالات كورونا بعدن، ما هي السيناريوهات التي ستواجهها عدن واليمن برمتها إزاء ذلك؟ أهلا أستاذ العزيز، أشكركم وأشكر قناة بلقيس على تسليط الضوء على هذه القضية المهمة. وأصبحنا اليوم في يعني طليعة الوباء، أصبح لدينا اليوم حالات مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا في عدن، وكذلك أصبح هناك وفيات. بالأمس كانت مجرد تكهنات، اليوم هناك واقع، ويجب أن نتعامل مع هذا الواقع بصورة علمية. لن يجدي التعامل بحسن الظن، وسوف ندفع تكلفة أي تساهل أو أي استهتار غالية. يجب أن نركز كل جهودنا على تحريك المجتمع من أجل الاستجابة السريعة لهذا الوباء. هناك معركة طويلة تحتاج إلى الصبر، وسيكون فيها ضحايا كثر. قبل أن نتحدث عن السيناريوهات أخي العزيز، هناك سؤال واحد يجب أن نسأله لأنفسنا: ما هو هدفنا الاستراتيجي في مجابة هذا الوباء؟ كل الدول في أوروبا أو في حتى في الصين كان هناك هدف لمجابهة الوباء، فهذا السؤال يجب أن نجيب عليه. فهل هدفنا إيقاف الوباء أو قتله؟ أنا في رأيي الشخصي أن قتل الوباء مستعصي، وهذا ما نراه وسنراه في كل دول العالم، وسنراه أيضا في نتائج المحاكاة التي أجريتها في اليومين السابقين لانتشار الوباء في عدن. ونرى في هذه المحاكاة أنه لا يمكن القضاء على الوباء، وذلك بسبب وجود ما يسمى الانتقال السريع من إنسان لآخر، human transmission، أو بسبب البؤرة الصغيرة التي تظل ناشطة مهما كانت جهود استئصال الوباء. إذن ما هو الهدف الاستراتيجي من جهودنا في مكافحة الوباء؟ في رأيي أن الهدف يجب أن يكون إبطاء وتيرة الوباء، بحيث يستطيع النظام الصحي وكذلك المجتمع تحمل الخسائر المترتبة من هذا الوباء. طيب، بالنسبة للحالة صفر، أعتقد أنه ليس من الحكمة أن نركز جهودنا في هذا الوباء على البحث. تفضل أكمل دكتور. نعم أستاذي. بالنسبة للحالة صفر، أعتقد أنه ليس من الحكمة أن نركز الجهود على معرفة كيف جاء الوباء ولماذا، لأنه أصبح الآن في الداخل. من المتوقع الآن أن لدينا مئات الحالات في مرحلة الحضانة، وهذا الشيء أصبح جلياً ليس بالنسبة لأخصائي الأوبئة فقط، حتى بالنسبة للإنسان العادي أصبح يطلع على الإحصائيات في المواقع العالمية ويعرف أن وراء كل حالة مكتشفة تقريباً 10 حالات غير مكتشفة، ووراء كل وفاة هنالك من 50 إلى 100 حالة غير مكتشفة. فعندما نتساءل عن الإجراءات التي يجب أن نتخذها، فهي في البداية يجب أن نحشد كل طاقات المجتمع لمجابهة هذا الوباء، لأننا في حالة بنية صحية متهالكة بسبب الحرب وبسبب أسباب كثيرة معروفة يعني. فيعني الإجراءات هي ربما هناك صوتين: الصوت الذي ينادي بترك الوباء ينتشر بشكل طبيعي من أجل الحصول على ما يسمى بمناعة القطيع، وهذا في رأيي هو خيار الأرض المحروقة، لأنه لا زال باستطاعتنا إنقاذ الكثير من الأرواح، ولا أبالغ لو قلت أن باستطاعتنا إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح إذا اتبعنا الإجراءات الوقائية أو ما أسميها أنا الحجر الصحي الذكي. وأشدد على كلمة ذكي، لأن أي صلة أو تعنت في تطبيق الحجر الصحي سيؤدي إلى فشله الذريع، خصوصا في دولة مثل اليمن. عندما بالنسبة للإجراءات، وقبل أن أتكلم عن إجراءات الحجر الصحي الذكي، أولاً ما هو الأساس العلمي الذي نعم تفضل دكتور. هو هناك تأخر بعض الشيء في الصوت. إجراءات الحجر الصحي الذكي هي الإجراءات التي تقوم على أساس علمي.
نعم. الحجر الصحي الذكي هو الحجر الذي يقوم على أساس دليل علمي وليس على أساس تكهنات أو على أساس تقليد لدولة أخرى، ماذا فعلت الدولة الأخرى فأقوم بنفس العمل الذي عملت به. فيجب علي أن أتي باستراتيجيات وإجراءات وقائية تناسب المجتمع الذي أطبق فيه هذه الإجراءات. فكيف يمكن علمياً بعلم الأوبئة أن نعمل ذلك؟ هناك ما يسمى محاكاة الأوبئة، وأنا رأست في فترة من الفترات وحدة التنبؤ بالأوبئة في السودان، فالإجراءات هذه تأتي تبعاً للمحاكاة، وهذا ما قمت بعمله في خلال اليومين السابقين. لقد قمت بعمل محاكاة لانتشار الأوبئة في اليمن، وتحديداً الآن مبدئياً في عدن، ضمنت فيها كل الشرائح العمرية والمهن الطبية وغير الطبية، بالإضافة لكل مواقع المخالطة مثل الأسواق والمساجد والمدارس والجامعات وحتى البقالات الصغيرة في الأحياء، وأيضاً نسبة المخالطة في المنازل. أجريت محاكاة انتشار وباء في مدينة عدن، وعند توفر بيانات دقيقة إن شاء الله سوف أقوم بإجراء هذه البيانات وهذه المحاكاة في أنحاء الجمهورية كاملة، ولكن لا زال هناك نقص في بيانات التنقل بين المحافظات. أجريت المحاكاة لمدينة عدن في سيناريوين. السيناريو الأول هو في حالة عدم وجود تباعد اجتماعي، في حالة غياب الوعي بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وهو أسميته سيناريو اللا تدخل، وهو سيناريو متشائم. السيناريو الثاني وهو في حالة إجراء الحجر الصحي الذكي الذي سوف أتحدث عن بعد قليل، وهو في حالة التزام بالتعليمات الصحية التي سوف أذكرها. كم تتوقع الفرق بين السيناريوهين بالنسبة لعدد الإصابات والوفيات؟ الفرق شاسع. في السيناريو الأول هو لا تدخل، ليس هناك حظر صحي ولا التزام بالتعليمات ولا يوجد لقاح في المستقبل القريب، فقد وصل عدد المصابين بعد المحاكاة، عدد المصابين المتوقع في مدينة عدن يصل إلى 20,000 حالة في نهاية شهر مايو القادم. طبعا معظمها سيكون حالات خفيفة ولا تحتاج العلاج في المستشفيات، ولكن حوالي 3,000 حالة ستكون في حاجة للعلاج في المستشفيات، ومنها 1,000 حالة طيب ستحتاج إلى وحدات عناية. طيب دكتور مركز. دكتور سنأخذ هذه السيناريو الآخر، سنأخذ السيناريو الآخر، لكن قبل ذلك وسنعود للحديث عنه بشكل أكبر، لكن قبل ذلك دعنا نشكر معنا في الحوار دكتور محمد الربيد نائب مدير مكتب الصحة بعدن الذي انضم لنا عبر الهاتف من هناك. أرحب بك دكتور محمد. دعنا نبدأ بما هي المستجدات فيما يتعلق باكتشاف حالات كورونا بعدن والإجراءات هناك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الأخوان في قناة بلقيس اهتمامهم للوضع الصحي في عدن، نشكر جميع تفاعلهم. في الوضع الصحي في عدن صعب جدا طبعا، إجراءات التي نقومها في مكتب الصحة والمحافظة في ظل الوضع الكارثي الصعب، طبعا الوضع الصحي في عدن سيء جدا بسبب الحرب المستدامة، بسبب يعني من الحرب الحوثية على عدن، تحطيم أكثر المستشفيات للأسف. من هذا المحجر الصحي يعاني في عدن، المحجر الصحي اللي في بريق مستشفى الأمل. طبعا نحن نعمل مع حال المحاجر في كل المديريات، لأن الوضع الصحي صعب، الإمكانيات المادية ضعيفة جدا، توفير الحماية والسلامة للموظفين غير موجود. منظمة الصحة العالمية طبعا تعطينا وعود فقط، والأشياء التي تم توفيرها حاليا من أجهزة التنقل الصناعية وأشياء أخرى هي كانت لموضوع التغذية وليس للكورونا. الاستجابة صعبة من جميع المنظمات لعدن بالذات، يعني كل المحافظات أنشأت محاجر إلا في محافظة عدن الوضع صعب. لا نعلم ما هي الأسباب، طبعا هي أسباب سياسية هل هي أسباب أخرى فلا نعلم، هذه المعلومات التي عندنا. في سياق الحديث عن الأعداد، ما يتعلق بالأعداد الإصابات، ما هو الجديد دكتور؟ أعداد الإصابات في عدن اللي موجودة، طبعا احنا نتعامل بشكل رسمي بلاغات، هي 5 حالات، لكن أنا أتوقع أنه يكون أكثر من ذلك. طريقة الترصد الوبائي لا يستطيع العمل بسبب عدم توفر أشياء السلامة مثل بدلات الخوذ أشياء أخرى غير متوفرة، فللأسف تحصل عدة بلاغات ولا يستطيع فريق الترصد الوبائي للنزول. قلت لكم إمكانياتنا ضعيفة في عدن، ومحافظ عدن يبذل كبير لهذا الشيء، لكن نستغرب يعني الإمكانيات حتى المالية لا توجد. فكثير يتهم أنه استلام مبالغ مالية، الموضوع
لا يستلم اي مبالغ ماليه لكورونا. نحن نحاول في بجهدنا ان نقيد فيها حالات تسجل عندنا بشكل رسمي. طيب هل يمكن الحديث إذن عن أعداد فحص مناسبة، يعني عن حالات عدد الفحوص التي تتم إلى الآن؟ ما هو العدد الموجود اليوم؟ العدد الموجود بسبب الفحوصات هي 5 حالات. طبعا عندنا المختبر المركزي بسبب فارقة الأمطار وعدم توفير السماء من بدلات حماية ومرشات للمختبر المركزي وأشياء أخرى، طبعا العاملين أوقفوا العمل، وكذلك عدم وجود الكهرباء في المختبر. فنقوم بإرسال الحالات إلى خارج عدن إلى حضرموت للفحص، الذي مثبت عندنا 5 حالات إلى الآن. فيما يتعلق بهذه الحالات، ما الذي تم، كيف تم التعامل معها؟ طبعا 2 حالات أو 3 حالات في المستشفيات، وثنتين حالات توفت وتم التعامل معها. إلى الآن يقوم فريق الترصد الوبائي بالبحث عن الحالات الذي في الأشخاص الذي احتكوا معهم، ويشتغلون إلى يعني هذا الوقت وإلى هذه الساعة. فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة دكتور، فيما يتعلق بالوضع الآن هناك في عدن، ما هي أبرز التوصيات التي تأتون بها أو التي تريدون نقلها للسادة المشاهدين؟ نحن طبعا حسب تصريح محافظة العاصمة عدن، طلب أن يكون هناك حظر 3 أيام في المحافظة إلى أن نستكمل إجراءاتنا بالحصر وترتيب أوضاعنا الصحية قدر الإمكان. نحاول تجهيز المحجر الصحي في البريقة. وضعنا صعب جدا، ونتمنى من الله التوفيق والعمل من أجل عدن. فيما يتعلق بالتوعية من خلال أو التثقيف الصحي، هل من إجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية، المنظمات، وسائل الإعلام؟ أكيد أخي العزيز، التوعية والتثقيف الصحي نحن في عمل مستمر فيها في المديريات، حملات الرش مستمرة، توعية وتثقيف لجميع المنازل بالذات المنازل الذي يتم اكتشاف الوباء فيها. عدن على قدمين وساق، لكن قد لازم الجميع يعرف أن وضعنا الصحي كارثي والجميع يتفرج علينا. في هذا السياق دكتور محمد، فيما يتعلق بالتجارب المشابهة، إلى أي مدى هناك تواصل مع هيئات طبية مماثلة، أنتم كأطباء مؤسسات طبية مع هيئات مماثلة عاشت محنة كورونا والاستفادة من تجاربها، إلى أي مدى هذا الأمر وارد لديكم؟ والله يتم التواصل هذا الأشياء عبر الوزارة، والوزارة هي تقوم بإفادة الإجراءات التي نقوم بها، لأن الوزارة هي مسؤولة عن المحافظات كامل ونستلم تعليماتها منهم. شكرا لك دكتور محمد ربيد، نائب مدير مكتب الصحة بعدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إليك دكتور حمدي، سنستعرض الآن أحد السيناريوهات التي تحدثت عنها فيما يتعلق بطريقة التعامل مع فيروس كورونا. تحدثت عن يعني سيناريوهين من في سيناريوهات التعامل. سنتابع الآن هذه المادة التي نشاهدها الآن، الرسم البياني بالأصح. دكتور، هل تحدثنا أكثر عن طبيعة ما نراه الآن في الشاشة؟ نعم، هذا هو المنحنى البياني للسيناريو الأول، الذي هو سيناريو لا تدخل، لا ليس وجود لحجر صحي ولا التزام بالتعليمات الصحية ولا وجود للوقاية. في حالة هذا السيناريو، هذا توقع لعدد الحالات في مدينة عدن. الخط الأزرق، الخط المتعرج الأزرق، يمثل عدد الحالات. الخط الوردي يمثل عدد الحالات في فترة الحضانة. الأزرق يمثل عدد الحالات التي ظهرت عليها الأعراض، ولكن الورد يمثل الحالات التي في مرحلة الحضانة، بينما يمثل الخط الأحمر عدد الوفيات. إذا لاحظنا، ممكن أن نعطي نبذة عن ماذا يعني هذا المنحنى بشكل مختصر. أن نتوقع من هذا المنحنى أن عدد الحالات ممثلة في الخط الأزرق سوف تصل إلى 20,000 حالة في نهاية الشهر القادم، في نهاية مايو.
طبعا معظمها ستكون حالات خفيفة لن تحتاج إلى أي علاج، لكن نتوقع أنه 3000 حالة ستحتاج إلى مستشفيات، وألف حالة تقريبا ستحتاج إلى وحدات عناية مركزة. مثل هذه التوقعات للسيناريو الأسوأ تضعنا أمام اعتبار أننا إذا لم نقم بأي حجر، لم نقم بأي التزام، سوف نحتاج إلى ربما مئات وحدات العناية المركزة. طبعا لو تابعنا الكيرف إلى شهر يونيو المنحنى، نعم، سوف نلاحظ أن الموجة العالية للوباء تتركز في شهر يونيو. الموجة العالية للوباء تركز في شهر يونيو، حيث يصل عدد الحالات في نهاية شهر يونيو إلى 90,000 حالة، منها 13,000 حالة تحتاج عناية طبية. بعدها تبدأ الحالات في الانخفاض بوتيرة قليلة، حتى تبدأ في الاستقرار بعد 7 أشهر عند 30,000 حالة، منها سيكون 4,500 حالة تحتاج إلى معالجة في المستشفيات. بالنسبة للوفيات في هذا السيناريو المتشائم، فهو ترتفع تدريجيا حتى تبلغ ذروتها بعد 9 أشهر بحدود 35,000 حالة وفاة. هذا بالنسبة للسيناريو المتشائم، وهو هذا المنحنى. 35,000 حالة وفاة، وهذا في السيناريو ما يسمى بمناعة القطيع، عدم وجود تباعد اجتماعي وكذا. يصل نعم صحيح دكتور. طيب فيما يتعلق بالسيناريو الآخر، إذا ما كانت بالنسبة للسيناريو الثاني، نعم تفضل. بالنسبة للسيناريو الثاني، نعم، السيناريو الثاني وهو ما أسميه سيناريو الحجر الصحي الذكي، ويشمل غلق المدارس والجامعات، غلق النوادي والأماكن العامة، إيقاف التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، إغلاق المساجد، ترتيب عمل الأسواق وليس إغلاقها. هذه الميزة، هذا ما أسميه السيناريو الذكي. لا يلزم إغلاق الأسواق، ولكن تنظيمها بحيث يكون في التزام جاد بمسافة 2 متر بين كل شخص وآخر، وتضع محاذير للبائعين بحيث أن لا يكونوا سببا في انتشار الوباء. كذلك تستمر المصالح الحكومية، الشركات، المصانع بالعمل مع الحفاظ على المسافة 2 متر وعدم المصافحة. في هذا السيناريو الذكي، نعم دكتور، نتائج هذا السيناريو الذكي إذا أكملت فيها هي عبارة عن موجة متتابعة قصيرة وليست عالية، فتصل أكبر حد لها بعد 8 أشهر وهو 18,000 حالة، منها فقط 27,000 حالة، منها 2,700 حالة تحتاج إلى عناية صحية، ويعني 2,700 حالة تحتاج إلى عناية صحية بعد 8 أشهر، أعتقد أنه رقم أفضل من الرقم المخيف الذي كان في السيناريو السابق. وأما عن حالات الوفاة فتصل ذروتها بعد سنة، بعد 12 شهر، وهي عبارة عن 10,000 حالة وفاة. يعني هناك نعم نتحدث عن فوارق بعشرات الآلاف فيما يتعلق سواء بالإصابات وسواء أيضا بحالات الوفيات ربما وبمدة أطول بكل تأكيد. هذا في حال مسألة الحجر الصحي الذكي كما تتوقع الآن. دكتور تفضل بالبقاء معنا. أرحب بمن ينضم إلينا الآن، سيد لبيب ناشر الناشط الحقوقي الذي انضم لنا عبر سكايب من نيويورك. سيد ناشر، يعني أنتم عشتم لحظات عصيبة في نيويورك، اليوم أن تراقب الوضع في بلدك عن كثب في اليمن، ما الذي من خلال يعني ما عايشته، ما الذي يجب أن يحدث الآن بعد أن تم الكشف عن إصابات ووفيات حتى بالفيروس؟ الصوت واضح؟ هل صوتي واضح بالنسبة لك سيد ناشر؟ هل تسمعني؟ هناك إشكالية في وصول الصوت إلينا سيد ناشر، سنحاول العمل على حلها. طيب بالعودة إليك دكتور حكيمي، فيما يتعلق بهذه السيناريوهات الآن بالحديث عن هذا الأمر، ما هو السيناريو الذي يمكن إجراؤه فعليا، يعني الذي يستطيع المسؤول أو يستطيع المسؤولين في اليمن القيام فيه
وفقا للإمكانات المتاحة. نعم، السيناريو الثاني الذي تكلمت عنه هو شقين. الشق الأول يتركز على الجانب الحكومي أو يعني السلطات الصحية، والشق الثاني وهو الأهم يتركز على المجتمع. المجتمع له دور مهم، يعني 80% من نجاح السيناريو يعتمد على المجتمع ولا يعتمد على الدولة. هذا السيناريو المقترح يناسب اليمن، لأن وضع اليمن إمكانية الدولة ضعيفة، فالدولة سوف تقوم فقط بمتابعة غلق المدارس والجامعات والنوادي، وربما إيقاف التجمعات، وسيقوم المجتمع بباقي الشغل الوقائي من احترازات صحية، من يعني المحافظة على المسافة المناسبة بين الأشخاص، من غياب الاختلاط الاجتماعي والزيارات، غياب المناسبات الاجتماعية. أي تجمع أكثر من 5 أشخاص يشكل خطر على هذا السيناريو ويؤدي إلى كثير من الوفيات. وإذا أردت أن تأخذ رأيي عن طريقة عملية لتنفيذ هذا السيناريو، هو بتحريك المجتمع، يعني أن نعتمد على المتطوعين. وزارة الصحة لا تملك الكثير من الكوادر والكثير من الإمكانيات بالذات في الوقت الحالي، لكنها تملك بعض الخبرات. هذه الخبرات ممكن أن تستفيد منها أو توظفها في تدريب المتطوعين. يجب أن نحرك الشباب المتطوعين. كان هناك جماعة من الشباب عدن، أعتقد اسمه طفرة عدن، أو كانوا متطوعين في مثل هذه الأزمات يتدخلون، وفي غيرهم كثير من المنظمات التطوعية. ممكن أن يتم تحريك هذا الشباب المتطوع بتدريبه، في عبارة عن تدريب بسيط أيام إلى أسبوع على عملية المتابعة، عملية الرصد، وبالتالي ومتابعة الإجراءات الوقائية. فبالتالي المجتمع نفسه يتحرك، والمجتمع نفسه يساهم في عملية حصار الوباء، وليس فقط السلطات الصحية التي هي لا تفتقر إلى الكوادر، تفتقر إلى الإمكانيات. أعتقد هذا السيناريو هو الأفضل، ويحتاج إلى مسؤولية اجتماعية عالية. فيما يتعلق بالأرقام دكتور، أنت ذكرت الأرقام على مستوى عدن، على مستوى العاصمة، أم على مستوى البلاد؟ يعني في هناك مسألة أيضا فيما يتعلق بالإجراءات التي يتم الحديث عنها. نعم، هذا السيناريوهات هي بالنسبة لمدينة عدن، حيث يعني قمنا بإدخال التركيبة الديموغرافية لمدينة عدن وعدد السكان مدينة عدن. ولكن حتى نستطيع أن نحاكي الجمهورية بشكل كامل هو عمل أكبر شوية. وبصراحة أكثر ما يعوزنا من بيانات هو بيانات التنقل ما بين المحافظات، كيف تتم عملية تنقل المواطنين، بالذات أن أصبح التنقل بعد الحرب غير مفهوم، يعني الطرق وكم يأخذ وقت، وما نوع العربات، هل هي كبيرة، هل هي باصات يعني كبيرة، أو هي عبارة عن سيارات شخصية. يعني في السابق أعتقد كان لدى إدارة المرور نوع من الإحصائيات عن حركة العربات بين المحافظات وحركة الناس. الآن أعتقد أن هذه الإحصائيات غير متوفرة، وإذا كانت قديمة فهي لا تنطبق على الوضع الحالي، ولكن بإمكاننا أيضا تقديرها، تقدير يعني عبارة عن تقدير كم عدد الناس الذين يتحركون بين المحافظات بمساهمة من الناس، عن معلومات كل شخص عن محافظته. فإذا جمعنا هذه البيانات نستطيع أن نعمل محاكاة أوسع للوضع. وهناك ربما الآن حديث أيضا عن مسألة يعني إغلاق محافظات ومنع التنقل بين المحافظات، وهذا الأمر قد نناقشه. دعنا نشترك معنا في الحوار، أو يعود إلينا السيد لبيب ناشر الناشط الحقوقي. هل الصوت واضح بالنسبة لك سيد ناشر؟ نعم واضح، تسمعنا جيدا؟ نعم أسمعك بشكل جيد، أهلا وسهلا بك. إذن يعني كما سألت قبل قليل أو تحدثنا، عشتم لحظات عصيبة في نيويورك، لكن اليوم أن تراقب الوضع في اليمن عن كثب، ما الذي من المتوقع أن يحدث الآن بعد أن تم الكشف عن إصابات وفيات حتى بالفيروس في اليمن؟ طبعا أتمنى أن لا يحصل في اليمن ما حصل لنا هنا في نيويورك، وأن لا تكون الحالة بنفس الأعداد العالية جدا. أتمنى أن يتم ذلك، وأتمنى أن ينتبه المسؤولين في بلدنا إلى هذا الجانب، وأتمنى أن ينتبه المجتمع أكثر، لأن كما قال الدكتور الحكيمي بأن 80% يعود على
المجتمع في تجنب الإصابة بهذا الفيروس، وأنا أقول ربما 90% يقع على عاتق المجتمع اليمني. الناس يتحدثون ويتجادلون حول النظام الصحي في اليمن، وأنا أرى أن النظام الصحي في اليمن لا يمثل إلا جبهة واحدة من عدد من الجبهات. أكرر مرة أخرى، الوعي المجتمعي، قدرة المجتمع على التعامل مع الوباء هو المؤثر الأكبر في النجاة من هذه الجائحة. موضوع العزل الذكي الذي تحدث عنه الدكتور الحكيمي، وهو أمر هام جدا جدا، أعتقد هذا الشيء هو أكثر ما أفادنا هنا نحن في نيويورك وفي الدول التي اعتمدت على موضوع الحجر المنزلي. الحجر المنزلي على المستويين، على المستوى العائلة الواحدة، يعني على مستوى يعني أنت تكون مثلا لديك عائلة بالكامل سليمين وبالتالي هم في حالة حجر منزلي، أو التعامل مع في داخل الإصابة في داخل البيت الواحد، كيف يتم عزل المريض في داخل البيت الواحد لكي لا تنتقل العدوى إلى بقية أفراد العائلة. وليس شرط، ليس شرط أبدا، ونحن رأينا هنا حالات كثيرة في داخل نيويورك، ليس شرط أن يكون هناك شخص مصاب في البيت لكي يصاب الجميع أبدا، ممكن يكون الشخص مصاب ويبقوا بقية أفراد العائلة بحالة صحية جيدة جدا. الذي أريد أن أقوله هنا أخي الكريم بأن أولا هناك جانب جيد جدا لوصول حالات كورونا متأخرة إلى اليمن، هي الفترة التي بدأت كثير من الدول فيها الخروج من نفق هذه الجائحة، بدأت كثير من الدول تتنفس الصعداء بعد مرورها بأزمة كبيرة جدا وحقيقية، مثل الصين، مثل دول أوروبا عديدة. كيف يفيد ذلك اليمنيين؟ تفضل. يعني كيف سيفيد ذلك اليمنيين، من أي ناحية؟ أكبر مشكلة واجهت العالم كله في بداية إصابة العالم بهذه الجائحة هو النقص في المعدات الطبية، النقص في الكمامات N95، النقص في البي بي اي اللي هي معدة الحماية الشخصية، الذي الآن للأسف شديد لا يوجد منها أبدا في داخل اليمن. حاليا بما أن هذه الدول بدأت طبعا في بداية الأزمة جميع الدول تهاتفت على هذه المعدات والأدوات، كانت الأسواق العالمية والمنتجات تشترى قبل أن تنتج. الآن مع تخفيف الضغط من قبل هذه الدول الثرية على شراء هذه المعدات والأدوات ممكن أن يتوفر كميات كبيرة في الأسواق، هذا أولا، وبالتالي هناك احتمالية كبيرة لتوفيرها للسوق اليمنية. غير ذلك هناك دول عديدة طالبت أو اشترت كميات كبيرة جدا جدا فاقت حاجتها، مثل بعض الدول الأوروبية. الآن هذه الدول بدأت تخرج من هذا النفق بشكل، أنا لا أقول أنها خرجت خروج كامل، ولكن بدأت فعلا تتنفس الصعداء، وبالتالي احتياجها لهذه الكميات من المواد التي لديها وأجهزة التنفس ومواد الحماية، أقنعة الوجه، النظارات أو القناع الشفافة، البدلات الكاملة، احتياجها لهذه الكمية أو لهذا النوع من المعدات بدأ يقل، لا أقول أنه العدم ولكنه بدأ يقل، وبالتالي ممكن أن توفر لنا هذه الدول شيء من ما لديها. تركيا قبل يومين أو قبل 3 أيام أرسلت طائرة شحن ممتلئة بالمعدات وبدلات الحماية الشخصية، بإمكاننا إذا هناك تواصل جاد أن نحصل من تركيا على هذه الكمية، بدل ما مكتب وزارة الصحة نعم في عدن يقول كما سمعت بأنه لا يوجد لديهم أي معدات لحماية الأطقم الطبية، بدل من أن تغلق 3 مستشفيات مهمة هي مستشفى النقيب ومستشفى الوالي ومستشفى أعتقد مستشفى ثالث تم إغلاقه في عدن بسبب عدم وجود مواد حماية طبية للأطقم الطبية. طبعا طبيعي ليس هناك أدوات طبية، لن يكون هناك عمل من قبل الأطقم، لأنه لا أحد يريد أن يغامر بنفسه للأسف الشديد. فما أقوله الآن أنه أنا أركز في حديثي على الجانب المجتمعي. أولا يجب أن تتحمل الدولة، الحكومتين في الشمال وفي الجنوب في عدن وفي صنعاء، مسؤوليتهم كاملة فيما يخص تحفيز وتعزيز الدور المجتمعي في داخل البلد. المشكلة التي تواجهنا الأكبر هي موضوع الفقر الشديد الذي يعم كل مناطق اليمن. في هذه الحالة نحن ممكن أن نتجاوز هذا الأمر بالامتثال أو تتبع التجربة العراقية التي حصلت عند حصارها بشكل كامل.
صحيح كان لديهم نفط مقابل الغذاء، ولكن نحن الآن أسوأ أزمة إنسانية تمر في العالم، والكل مستعد أن يتعاون معها. نريد تنسيق ما بين الحكومة اليمنية، السلطات المحلية، منظمات المجتمع المدني لتقسيم المواد الغذائية أثناء الحظر المنزلي، ليس فقط المواد الغذائية ولكن أيضا مياه الشرب ومياه الاستخدام العادي. من سيدفع ثمن هذا الشيء؟ سيدفع ثمن هذا الشيء الجهات المانحة، سيدفع ثمن هذا الشيء الجهات التي خاضت علينا الحرب إذا كان هناك تحرك جاد من قبل الحكومات والمنظمات الدولية. أنا من خلال شاشتكم أدعو جميع اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، في اليمن، إلى إرسال إيميلات لمنظمة الغذاء العالمية ومنظمة الصحة العالمية. يجب أن يشكل المجتمع ضغط كبير على هاتين المنظمتين لجعلهم يلتفتوا بشكل جاد لمعاناتنا في اليمن. الأجهزة الطبية، يعني تصور أمس كان هناك عدد من الفحوصات تتم في داخل المختبر المركزي في عدن في الوقت الذي انطفأت فيها الكهرباء. طبعا في الأخير سيتم رفع التقرير على أنها فحوصات سلبية. نقطة أخرى، الجانب الأمني. الجانب الأمني، عدن لديها أو المناطق التي واقعة تحت سيطرة الشرعية ستواجه مشاكل أمنية كبيرة جدا في حالة الحجر الصحي. يجب أن يكون هناك وعي كامل لدى الجهات الأمنية وتوعية لدى المواطنين. الجهات الأمنية لن تستطيع أن تحمي كل شارع. طيب سنعود إلى هذه النقطة سيد ناشر، باعتبار أن هناك أيضا مسألة الإعلان الإدارة الذاتية فيما يتعلق بالمحافظات الجنوبية وكذا، سنعود إلى هذه النقطة. لكن قبل ذلك دعني أعود إلى الدكتور حمدي الحكيمي، وأنت أشرت إلى مسألة عدم توافر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. يعني قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أكثر من 17 مليون يمني لا يحصلون على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي بطبيعة الحال في ظل خطر كورونا. هذا الأمر يعني ترتفع أهميته بشكل أكبر. دكتور حمدي، في سياق الحديث عن السيناريوهات وفي سياق الحديث عن الإمكانات، يعني كان معنا الدكتور محمد ربيد من عدن، تحدث يعني من خلاله الوضع يبدو مأساويا فيما يتعلق بتحركات الأطباء بالفريق الترصد الوبائي فيما يتعلق بإمكانات المستشفيات والمحاجر الصحية التي يبدو أنها لم تفتح بشكل يعني لا تعمل بالشكل المطلوب. كيف يمكن التعامل مع الوضع وفقا للواقع اليمني، الخصوصية اليمنية التي يعني تستمر فيها الحرب، تستمر فيها على الرغم من كل هذه الإشكالات، تستمر في هذه المعاناة؟ نعم، التعامل مع هذا الواقع يعني سيكون صعب ومعقد، ولكن إذا قمنا بإجراء التباعد الاجتماعي اللي هو محافظة على المسافة بين الأشخاص وإغلاق الأماكن العامة سنقضي على جزء كبير من الخطر. يتبقى لنا النوع من العدوى المنقول عن طريق الأسطح، عن طريق الأيدي، ملامسة الأيدي. هذا هو الذي سنحتاج فيه إلى غسيل اليد بالماء والصابون. وأعتقد لا أدري، لكن كثير من الأسر ربما تستطيع أن توفر هذا الجزء من الماء في مدينة عدن على الأقل، من أجل أن يتم غسل اليد بشكل صحي، وبالتالي التخلص من أي عدوى عن طريق المصافحة وعن طريق لمس الأسطح الملون. ولكن قد يتبقى هناك جزء كبير من الأسر الذي لا يتوفر لديه هذا الجزء اليسير من الماء الذي يمكنه من إجراء بعض الإجراءات النظافة العادية مثل غسل اليدين، وبالتالي هذه فرصة للمنظمات وللمجتمع للتحرك من أجل أن يوفروا المياه النظيفة لمثل هذه الأسر، خصوصاً في مدينة عدن في الفترة القادمة. أريد أن أعلق على نقطة لاحظتها كثير حتى في سواء في صنعاء أو في عدن، هي استخدام الرش، عملية الرش الشوارع ورش الأسواق، وهذه هي عبارة عن هدر للموارد في غير مكانها، لأنه لا توجد أي فائدة من هذا الرش على فيروس كورونا. يبدو أن كثير من برامج الوقاية في اليمن لا زالت متأثرة بحكاية مكافحة النواقل الحشرية مثل البعوض، وبالتالي فكان معظم الأنشطة تركز حول الرش البعوض. فالآن يعتقدوا أن كورونا هو شيء شبيه بهذا الأمراض المنقولة عن طريق البعوض، ويقوموا برش الشوارع ورش الأسواق. هذا شيء إهدار المال، ويمكن توفير هذه الأموال في أشياء أخرى من أجل مجابهة هذا الفيروس. شكرا لك دكتور حمدي الحكيمي، أخصائي الطب الوقائي والأوبئة، كنت معنا عبر سكايب من أوتريخت بهولندا.
بالعودة إليك سيد، ونتمنى السلامة بطبيعة الحال لليمنيين في مواجهة هذا الوباء. بالعودة إليك سيد ناشر، يعني في سياق الحديث عن الوضع، يعني إذا كان هناك أيضا تباعد اجتماعي هناك في المقابل، وحديث عن إمكانية أن الدول التي خرجت من هذه الإشكالات قد تمد يد العون، لكن أيضا هناك حديث في المقابل عن كيف يمكن إدارة حياة الناس في هذا السياق. ليس كل فرد يستطيع القيام بمسألة البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي، وليس كل فرد قادر على البقاء في منزله دون عمل. هناك الكثيرون من يعتمدون على اليومية فيما يتعلق بالعيش وكذا. ما هي الأفكار فيما يتعلق بالتعامل الناس هؤلاء مع هذا الوباء؟ فيما يخص توفير الغذاء والمياه، هذا شأن يجب أن يكون التواصل هناك بين الدولة، بين الحكومات، بين منظمة الصحة، منظمة الغذاء العالمية كما قلت، وبالتنسيق مع السلطات المحلية في داخل الحواري والشوارع، مثل ما يا أخي يعملوا على تجنيد الشباب والوصول إلى كل بيت من أجل تجنيد الشباب، يجب أن يتواصلوا. مثل ما يوزعوا الغاز، يجب أن يستخدموا نفس النظام لتوزيع الغذاء. الأمر شوف أخي، هناك حجر صحي، الناس كلهم يجب أن يبقوا في بيوتهم. بقاء الناس في بيوتهم يجب أن يقابله خدمات لهؤلاء الناس. الشيء الأسوأ الذي ممكن أن يقابل بعض الشرائح اللي هي المصابين، أنا أريد أن أوجه نداء رجاء لأبناء شعبنا اليمني، مصاب الكورونا يجب أن لا يتم التعامل معه بتقزز أو بتأفف. هو مصاب، هو مريض، يحتاج إلى العون. ليس معنى ذلك أن هذه الأسرة فيها مصاب أن تبقى في داخل البيت، لا أحد يتعامل معها، لا أحد يمدها بالغذاء، لا أحد يمدها بالماء. إذا ما ماتش من كورونا حيموتوا من الجوع في داخل بيوتهم. هذا الكلام خطأ. هذه مسؤولية أيضا منظمة المجتمع المدني ومنظمة الدولة في الدعوة إلى حملات أو إلى جموع كبيرة من المتطوعين. يجب تدريبهم، يجب توعيتهم، أو توعية هؤلاء المتطوعين من الشباب في الحواري كيف يتعاملوا مع المصابين في بيوتهم، كيف يقوموا بتوصيل الغذاء إليهم، بتوصيل الماء وهم لابسين معدات الحماية. ليس ذلك فقط، وإنما إذا اشتد نظام الحجر الصحي إن لم يكن جزئي، لأنه إلى الآن هو 3 أيام لمدة تقريبا 12 ساعة، لكن في حالة أن اشتد موضوع الحجر الصحي ل 24 ساعة على مدار الأسبوع أو على مدار الشهر، فهنا يجب أن يكون في كل حارة، في كل حي، مجموعة من الشباب الذي يقوم بتوصيل الغذاء والماء إلى البيوت. يجب أن يكون من صغار السن. هذه الأشياء حصلت هنا في نيويورك، رأيناها دائما. رأينا هنا في نيويورك شباب من الأحياء متطوعين تكفلوا بتوصيل الغذاء لكبار السن في بيوتهم، للعجزة، للمعاقين، للأسر الذين لا يستطيعون الخروج حتى وإن فتحوا الحجر الصحي. أيضا من جهة أخرى موضوع نقل المصابين، أنت تتحدث عن اليمن الذي فيها تنوع جغرافي كبير جدا، تتحدث عن مدينة عدن، ماذا عن الناس الموجودين في رأس يافع، في رأس جبال يافع، ماذا عن الناس الموجودين في القرى؟ يجب أن يتم تدريب كم كبير من الشباب المتطوع للتعامل مع كيفية نقل المصاب من البيت إلى المستشفى، من المستشفى عودة إلى البيت. طبعا أخي الكريم، العدد العالمي يقول بأن هناك 3 مليون وشوية من المصابين. هؤلاء المصابين الذي تم فحصهم، لكن وهذا شيء إيجابي طبعا، هناك كثير من الناس، وأنا أعرف كثير من أصدقاء في نيويورك، أصيبوا بالفيروس ولم تظهر عليهم الأعراض مطلقا، وبالتالي هناك كثير من الناس أصيبوا بالفيروس ولم يتم فحصهم ومر عليهم. أنا شخصيا ممكن يكون مر علي، لأن أنا التقيت مع أكثر من شخص مصاب وجه لوجه وسلمت عليه ولم أكن أعرف أنه مصاب بكورونا. هل أصبت أنا بالفيروس أم لا؟ لا أعلم، ولكن كثير من أصدقائي تم فحصهم وطلع الفحص إيجابي ولم يشعروا بأي أعراض. الجانب الصحي والنظام الصحي اليمني سيتحمل مسؤولية فقط من أصيبوا بفيروس كورونا وظهرت عليهم الأعراض وكانت الحالة بشكل يعني متطورة جدا. لكن المجتمع اليمني يتحمل مسؤولية سلامة الشعب اليمني كامل. المجتمع اليمني على رأسه الحكومات
اليمنية التي للأسف إلى الآن لم تفعل شيء. يعني نائب مدير مكتب الصحة في داخل عدن يقول ليس لدينا معدات. معقول يا أخي؟ يعني نحن داخلين في الشهر الخامس أو السادس منذ أن أصيب العالم بهذه الجائحة، معقول ليس هناك معدات أولية للأطقم الرئيسية التي أساسا هي عاملة حاليا في مستشفيات عدن؟ شيء لا يصدق. فعودة إلى الحديث، المجتمع اليمني هو من سيحمي نفسه بنفسه، لا يجب الاعتماد بشكل كامل على الأنظمة الصحية والمستشفيات. هؤلاء الناس لديهم طاقة معينة، قدرة معينة، بالذات مع ما هو موجود لدينا الآن من أزمات في جميع المواد والموارد الصحية. الشيء المهم الذي أريد أن أنوه له بأنه من المهم جدا الالتزام بإرشادات الحجر الصحي، ولكن من المهم جدا عدم الإصابة بنوبة هلع. حسب الدراسة التي أقيمت في نيويورك، وأعتقد في بقية الدول، ولكن أنا أتابع الموضوع الذي أو ما يتم هنا في نيويورك بحكم أن أنا أعيش في وسط المدينة الموبوءة الأكثر وباء في العالم. الإصابة بالهلع ونوبات الهلع النفسي تقلل المناعة حسب الأخبار والرسائل التي وصلنا من السلطات الطبية هنا، تمثل مشكلة أكبر بكثير من الإصابة بالفيروس. أنا إلى الآن لم أرى أي جهات حكومية أو غير حكومية في اليمن تحركت من أجل مواجهة نوبة الهلع التي قد تصيب الشعب اليمني. هذه كارثة أخرى، هذه مشكلة أخرى. اتحاد الأطباء النفسانيين لم نرى منهم أي تحرك. هنا في داخل نيويورك آلاف من المتطوعين في الإرشاد النفسي لديهم خط ساخن لكل من تصيبه نوبة هلع، أكان طبيب، أكان في البيت، أكان امرأة، أكان رجل، يعني أي شخص يصير عنده نوبة الهلع أو المخاوف تزداد إلى حد معين يرفع التليفون ويتواصل مع مرشد نفسي ويتم علاج المشكلة من خلال التليفون. هل لدينا الشيء هذا في اليمن؟ لا أعتقد. هل تحركت الجهات المختصة في هذا الجانب؟ لا أعتقد. إذا المسؤولية بكل تأكيد ستتضاعف على المجتمع والمنظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص. على كل حال الحديث سيستمر في هذا الموضوع، وربما أيضا فيما يتعلق بمسألة المسؤولية الرسمية على ذلك. ستكون هناك حلقات قادمة في المساء اليمني فيما يتعلق بهذا الخصوص. أشكرك سيد لبيب ناشر الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، حماكم وحمانا الله جميعا، في أمان الله.